هي الأزمة مش أزمة في مصر بس، الأزمة في العالم، أزمة أخلاق، لغياب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تغيب الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق وما بقيت، إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أي شعب في أي دولة بدون أخلاق رماد في اتجاه الريح. والله الناس اللي فيها ده أهم حاجة، يعني إن الناس تصفي قلوبها، إن محدش يرمي زبالة، يعرف إن ده مكان نظيف، في مكان للزبالة يحطوا فيها، مش أي حاجة يرموها في الشارع، مش وأنا راكب العربية أرمي حاجة في الشارع، ونصفي قلوبنا. يعني نعيد يعني صياغة الأمور شوية، يعني الوقت اللي إحنا فيه دوت مفروض إن إحنا نعيد فهمنا للوقت اللي إحنا فيه، الوقت الحالي. إن الناس كل واحد النهارده همه مصلحته، المهم الاخرين دي مش مشكله. محتاجه مصر يعني حاجات كتير، محتاجه تغيير يعني في كل حاجه، في كل حاجه تغيير، محتاجه تغيير في كل حاجه، يعني في الاقتصاد، في السياسه، في كل حاجه. لا مصر حاجه كتير، مصر محتاجه اصلا ثقافه شعب عشان تنضف، ثقافه شعب، مش موضوع الحكومه ولا قضايا، ثقافه شعب، ثقافه شعب وحكومه تنفس وغير سياسيه. الاخلاق، الاخلاق من تحت خالص كده، من اول الاسره. لو الطفل والطفله اتربوا على اخلاق وعلى دين، حرام مش هيسرق، صح ولا لا؟ الاخلاق لو زادت والدين زاد، دين صح زاد، ايه اللي هيحصل؟ المجتمع عباره عن مجموعه ايه؟ مجموعه اسر بس. وانت قبل ما تبص للحكومه وتعمل وسوي، لا انا ابص على مين؟ ابص على نفسي وعلى اللي فيا واصلحها قبل ما اقول لفلان فيه وفلان فيه وفلان. نرجع لربنا سبحانه وتعالى، نرجع للدين، نرجع لحدود الله سبحانه وتعالى. لا دي حاجة كده احنا متعودين عليها، يعني مهما الناس اتغيرت، رئيس جه جديد، رئيس مشي، رئيس جه، ديت حاجة الشيء ده معروف، ده احنا طلعنا كبرنا على الموضوع دوت، فمن الصعب ان هو يتغير. في ناس محترمة ما بترضاش بالرشاوي، وفي ناس قلوبها نظيفة، لكن في وفي.